الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب اللباس باب صفه طول القميص والكم، قال: وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. أي أن هذا الرجل وهو سهل بن حنظلية وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا متوحدا، يعني منعزلا عن الناس، وذلك لأن العزلة والخلطة مرجعها إلى المصلحة، فإن كانت العزلة أفضل فإنه ينعزل، وإن كانت الخلطة أفضل فإنه يختلط. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. وهذا كما ذكرنا يعود إلى المصلحة وإلى حال الزمان والمكان. فهذا الصحابي رضي الله عنه كان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، وذلك لأن مجالسة الناس والإكثار من ذلك إما أن يأخذها الإنسان بالعزيمة بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وإلا صارت مجالسة الناس وبالا عليه، وذلك لأن حال الناس في الغالب إنما هو قيل وقال، وقد نهي المسلم عن القيل والقال. وذلك فعل الصحابي رضي الله عنه سهل بن حنظلية أنه كان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس من أجل هذا المعنى، وإنما هو صلاة، يعني حاله يصلي فإذا فرغ هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله، يعني لا يجالس الناس إلا قليلا، إنما يصلي ويكبر ويسبح ويذهب إلى أهله. قال: فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، وأبو الدرداء صحابي وقد سكن في دمشق، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة تنفعنا ولا تضرك. أبو الدرداء يقول لهذا الصحابي سهل بن الحنظلية، قال: كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني قل لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك هذه الكلمة، وذلك لأن كلمة الخير لا تضر صاحبها، لا تضر صاحبها، وإنما تنفع قائلها ومستمعها. فقال له: كلمة تنفعنا ولا تضرك. وفي هذا من تواضع أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل يطلب من صحابي آخر أن يفيده وأن ينفعه، وفي هذا استجلاب الخير من أهل الخير واستجلاب العلم من أهل العلم. فإذا جلست في مجلس فيه رجل من أهل العلم ومن أهل الخير فاستجلب منه الخيرات، إما بطلب فتوى أو بطلب كلمة أو بطلب توجيه، فإن هذا من الخير العظيم. فأبو الدرداء رضي الله عنه قال له: كلمة تنفعنا، يعني قل لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك. فاستجاب رضي الله عنه فقال له: قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان وطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا، فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي قال الرسول: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى
إني لا أقول ليبركن على ركبتيه. هنا عندما استجلب أبو الدرداء الخير والنفع والعلم من هذا الصحابي، استجاب هذا الصحابي مباشرة ولم يتردد في بث العلم الذي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على أهل العلم، أن يبينوه وأن لا يكتموه وأن ينشروه ولا يخبئوه، فإن هذا العلم دين وتبليغه إلى الناس دين. فهذا الصحابي رضي الله عنه أعطاهم حديثا من حديث رسول الله، وهذه القصة التي ذكرها هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، والسرية قطعة من الجيش نحو 400 أو أقل من ذلك. فلما بعثهم وقدموا جلسوا وتناقشوا في مسألة. ما هي هذه المسألة؟ أنه كان في السرية رجل قام وطعن وفعل، يعني جاهد جهادا عظيما، فقال في أثناء جهاده للعدو قال: خذها وأنا الغلام الغفاري، يعني كأنه يفخر بنفسه وبقبيلته. فقال رجل من الحاضرين: أرى أنه قد بطل عمله. وقال الآخر: ما أرى بذلك بأسا، يعني أحدهم قال بطل عمله لأنه افتخر، وقال الآخر: ما أرى بذلك بأسا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: سبحان الله، يعني يتعجب من اختلافهم في هذه المسألة. قال: لا بأس أن يؤجر ويحمد، لا بأس أن يؤجر، يعني يأخذ الأجر من الله، وأن يحمد في الدنيا على هذا الفعل، وذلك لأن الفخر في مواجهة العدو مطلوب ومشروع، وإن كان الفخر في غير موضع الحرب لا يجوز وهو العلو على الناس، ولكن في مواطن الحرب تختلف الأحكام، فقد يجوز شيء في الحرب ما لا يجوز في غيره، ومنه إظهار العزة وإظهار القوة والفخر من أجل إغاظة العدو، فإن هذا لا بأس به. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد شديد، يعني يفعلون كما يفعل العاجم، هو جالس ويقومون عليه. هذه الصورة محرمة بل من الكبائر كما جاء في هذا الحديث، فليتبوأ مقعده من النار، وعيد. ولكن عندما قابل النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش في أثناء صلح الحديبية كان الصحابة يقفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أصل هذا الفعل لا يجوز، ولكن في مواجهة العدو ومن أجل إغاظة الكفار جاز في هذا الموضع. ومن هذا الحكم وهو الفخر، فلا بأس أن يقول، لا بأس يعني أن يفتخر بنفسه، يفتخر بأبيه، يفتخر بقبيلته في مواجهة العدو إغاظة للعدو. ولذلك هذا الصحابي رضي الله عنه قال: خذها وأنا الغلام الغفاري، افتخر بقبيلته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفعل. فلما سمع هذا أبو الدرداء رضي الله عنه سر بذلك، ولعل والله أعلم أن أبا الدرداء رضي الله عنه سر بذلك لأنه قد يكون وقع تنازع بينه وبين أحد من الصحابة وبين أحد من الناس، أو أنه قد سئل عن هذه المسألة ولم يعلم فيها حكما، فسر عندما علم هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يرفع رأسه إلى هذا الصحابي ويقول: أنت سمعت هذا أو سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه، يعني يكرر السؤال: هل سمعت هذا من رسول الله؟ فيقول له: نعم. قال الراوي: حتى إني لا أقول ليبركن على ركبتي، يعني من كثرة سؤاله له. قال: فمر بنا يوما آخر، يعني هذا الصحابي مر مرة أخرى على أبي الدرداء ومن يجلس معه، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك، كلمة تنفعنا ولا تضرك. وفي هذا الاستزادة من العلم، وقل ربي زدني علما، فإذا علمت أن هذا الرجل من أهل العلم فاستزد منه العلم. نعم قد لا يثقل عليه يعني، ولكن كل ما سنحت فرصة يسأل، لأن أصل العلم السؤال واستجلاب العلم بالطلب. فقال له: كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال له: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. وهذا حديث عظيم، لأن المنفق على الخيل، لأن الخيل
في نواصيها الخير إلى قيام الساعة، ولأن الخيل من أدوات الجهاد، فالإنفاق عليها من أعظم أنواع النفقة، لأنها إعانة على الجهاد في سبيل الله وعلى إظهار الدين. وإذا انعدم يعني الحرب بالخيل، هل يدخل في ذلك الإنفاق على أدوات الحرب وتعزيز قوة المسلمين؟ نعم يدخل في ذلك، ولكن هذا لا يعني أننا لا نعتني بالخيل، ولذلك العناية بالخيل مطلوبة في كل زمان ومكان. ولكن إذا أنفقنا الأموال في إعداد القوة وتقوية جانب المسلمين في الأدوات التي يحارب بها ويقاتل بها ويدافع بها في زمن معين، فلا شك أن هذا يدخل في معنى هذا الحديث: المنفق على الخيل كباسط يده بالصدقة لا يقبضها. قال: ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى ذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب. فهذا الصحابي رضي الله عنه قال حادثة وقعت في حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل خريم الأسدي أو الأسدي، نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فهنا هذه الجملة فيها فوائد كثيرة، منها أن من كان على خير فإنه يمدح بالخير في غيابه، ومن أظهر المنكر فإنه ينكر عليه ولو في غيابه، وهذا لا يعتبر من الغيبة المحرمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في غياب هذا الرجل، فقال: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فهذه لو سمع بعض الناس قال غيبة لا تجوز، نقول: من أظهر المنكر فإنه يجوز أن يتكلم عليه في منكره الذي أظهره ولا يزاد في ذلك. فمن مواطن جواز الكلام في الغير في غيبته هذا الموطن، إظهار المنكر. فهذا الصحابي رضي الله عنه خريم الأسدي لما سمع ذلك استجاب مباشرة وبادر إلى تصحيح ما عليه من الخطأ، فأخذ شفرة فقص جمته إلى أذنيه. الجمة هو شعر الرأس، أي كان شعره طويلا، يعني بخلاف السنة، لأن الغالب أن من يفعل ذلك يفعل ذلك خيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره إلى أذنيه، وأحيانا يصل إلى كتفيه، ولا يزيد على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فما زاد على ذلك فإنه قد يدخل في المخيلة أو يجر إلى المخيلة. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي على طول جمته. ثم فعل هذا الصحابي ما ذكر، أنه قص جمته إلى أذنيه ورافع إزاره إلى أنصاف ساقيه، استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الواجب على المسلم إذا علم الحق، أنه يتبع الحق ولا يكابر. فهذا الصحابي لم يكابر عندما علم الحكم وعلم ذم النبي صلى الله عليه وسلم، لا على إسباله، بل بادر برفعه إلى أنصاف الساقين. فلم يأخذ فقط بالرخصة، بل أخذ بالعزيمة وأخذ بالسنة. فالرخصة أن يرفع إلى فوق الكعبين، ولكن السنة والأفضل إلى أنصاف الساقين، فأخذ بالسنة. وهذا يدل على صدقه في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال النووي رحمه الله: رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشير فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. والصواب أنه لم يروي له مسلم، ولكن هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. آخر جملة في هذا الحديث قال: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه يأمر بالتجمل والتزين وعدم الرجوع إلى الأهل، أو عدم الدخول على
الأقارب والناس بصورة رثة لا تقبل. ولذلك نعرف خطأ بعض الناس أنهم يعني يدخلون على أهليهم، على أقاربهم، على أصدقائهم، على الناس في مجالسهم بصورة رثة، ويظنون أن هذا من الزهد، وهذا ليس من الزهد في شيء، هذا ليس من الزهد في شيء أبدا. فكيف إذا كانت متسخة وغير نظيفة؟ فإن هذا لا شك أنه أشر من الذي قبل. فلذلك على المسلم أن يصلح حاله ويصلح لباسه ويصلح يعني رحاله حتى يكون في هيئة طيبة، فإن الله سبحانه وتعالى جميل جميل يحب الجمال. قال: فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الفحش والتفحش يشمل جميع الأمور التي فيها الفحش والتفحش، ومنها الكلام، ومنها الكلام، ويدخل فيه أيضا اللباس. الفحش في اللباس بأن يكون اللباس رديئا يعني رثا متسخا، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه مع إصلاح الرحال واللباس، ثم قال في آخره: فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. فهذه بعض الفوائد على هذا الحديث، وإلا فإن فوائد الحديث كثيرة جدا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.